من أمثلة الوهم في التصحيف ما رواه الدارقطني أن أبا موسى محمد بن المثنى قال لهم يوما: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، توهم أنه صلى الله عليه وسلم صلى إليهم، وإنما العنزة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي حربة كانت تحمل بين يديه فتنصب فيصلي إليها حتى لا يمر أحد من أمامه وهو يصلي فيداري عنه القبلة.